القمة، قمة المناخ، أهمية هذه القمة، انعقادها في مصر، تأثيرها علينا إيه، وأيضا ماذا عن الأمن الغذائي في مصر، وماذا عن الأمن الغذائي حتى لو بنتكلم على المنطقة والقارة الإفريقية والعالم في ظل التغيرات المناخية والتصحر وتهديد مشروعات هائلة خاصة بالأكل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اللي شرفنا بالتواجد معاكم. يعني خلينا نتحدث عن أهمية يعني استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27. استضافة مصر لمؤتمر هذا المناخ نيابة عن الدول الإفريقية ده بيمثل حدث كبير وحدث تاريخي، بيعبر عن قدرة الدولة المصرية على استيعاب مثل هذه المؤتمرات الكبيرة الدولية. وحضرتك شفت الزخم الكبير وحضور يعني عدد كبير من قادة وزعماء العالم يفوق حوالي 120 رئيس وقائد وزعيم. وده بيدي رسالة للعالم أن الدولة المصرية قادرة، أن الدولة المصرية احتلت موقعها في العالم. الدول بدأت تقدر دور الدولة المصرية في التعامل مع مثل هذه المؤتمرات الكبيرة. لكن استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 ده يمكن زي ما فخامة السيد الرئيس قال في الرسالة بتاعته، في الكلمة بتاعته في البداية، إن احنا مسميينها قمة التنفيذ. يمكن كل المؤتمرات أو القمم المرتبطة بالمناخ يمكن من 92 حتى كوب 26 كلها بتتكلم عن تعهدات والتزامات. يمكن اتفاقية باريس في 2015 وبعدها يمكن في بينهم اتفاقيات، لكن بعدها اللي عقدت في بريطانيا 26 كلها بتتكلم عن تعهدات والتزامات تجاه الدول المتقدمة، التزمت تجاه الدول النامية انها تقدم حوالي 100 مليار دولار سنويا لدعم برامج التكيف والتخفيف للدول النامية. ولكن لم يتحقق قدر كبير من هذه الوفاء بهذه الالتزامات. وبالتالي يمكن القمة 27 يمكن زي ما قال دولة رئيس الوزراء من شوية، كان في إطلاق منصة نوفي، يعني ما عادش فيه وقت. ولو القمة دي ما يعني حققتش الغرض بتاعها والتزام الدول المتقدمة، ويجب أن تكون هناك التزام حقيقي ومتابعة للالتزام، لأن ما عادش الوقت في صالح المجتمع. التغيرات المناخية أصبحت أمر واقع. الكوارث اللي احنا بنشوفها وفيضانات، سيول، حرائق، كل الحاجات دي أثرت على البنية التحتية في كثير من دول العالم. شفت بلاد بتنقضي، بنية تحتية في الدول بتنهار. دي كلها القطاعات الزراعية وقطاع الأنشطة وقطاعات الطاقة والمياه والغذاء تتأثر ازاي؟ لو انا بتكلم على الزراعة دلوقتي، قطاع الزراعة، قطاع الزراعة على سبيل المثال ده قطاع متهم. متهم. بيتكلموا على انه هو بيساهم في الانبعاثات الكربونية. لكن نسبة مساهمته في الانبعاثات الكربونية نسبة ضعيفة. يعني ما تعادلش الانبعاثات عن القطاعات الطاقة، قطاعات النقل، القطاعات الاخرى، الصناعات الثقيلة، الصناعات الثقيلة وخلافه. وبالتالي يمكن حتى التغيرات في المناخ والانبعاثات الكربونية يمكن زادت فعلا ما بعد الثورة الصناعية. وعشان كده احنا بنقول كل المناداة وكل العالم بينادي ان درجة حرارة الارض ما تزيدش عن 1.5 درجة مئوية عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية.